هذه الحمامات لا تغادر الساحة المقابلة للبرلمان المغربي، هي جزء من شارع محمد الخامس، القلب النابض للعاصمة الرباط. هناك الكثير من السمات الأخرى التي تميز هذا الشارع، كمكتبات الرصيف. عشرات الباعة يفترشون الأرض لعرض الجرائد وآلاف الكتب، مع الحرص على إبراز العناوين لجذب الزبائن. والحديث عن أكشاك الكتب لا يستقيم دون زيارة الروبيو، وهو لقب أشهر بائع كتب وجرائد في الرباط. يبيع الروبيو الكتب منذ 35 عاماً، ويوصف بالذاكرة الحية التي تختزل علاقة المغاربة بالكتاب. يمكن دابا كاين توسع ديال القراءه بزاف، ولكن في اشياء اخرى، في المواقع الالكترونيه، في الجرائد الالكترونيه، يعني عكس الكتب. الناس اللي كنا كنعرفوا شحال هادي كانوا الناس كيقراو الكتب، والكتب الضخمه. حاليا دابا كاين القراءه اللي كاينه، دابا كاينه القراءه السريعه. وينفق المغاربة في المتوسط حوالي 4 دولارات في السنة على القراءة وفق وزير الثقافة المغربية، فيما يخصصون وقتاً ضئيلاً للمطالعة يقدر ب9 دقائق يومياً، وغالبية الكتب التي يتم اقتناؤها تكون مرتبطة بمجال البحث والدراسة. بكل صراحة أن الكتوبة اللي كنقتني من عند الروبيو هي الكتوبة اللي مرتبطة بمجال الدراسة ديالي، اللي هي شعبة القانون، وبالضبط القانون العام والعلوم السياسية والقانون الدستوري. هذه هي النوع ديال الكتب اللي كنشتري من عند الروبيو. ظاهرياً يبدو عرض الكتب على الأرض بهذه الطريقة لطيفاً للعين، لكن ترتيبها يحتاج يومياً جهداً ووقتاً، وتصير المهمة أصعب حين هطول المطر أو هبوب رياح قوية. كنجيو مع 6 الصباح ما كنكملوا التفراش ديال الكتب والجرائد، عندنا واحد 3 سوايع، عاوتاني نفس المشكل، عاوتاني ملي كنبغيو نجمعوا عندنا عاوتاني 3 ساعات 3 ساعات ونص باش كتجمع. وإن كان مشاهير باعة الكتب المعروضة على الأرض بشارع محمد الخامس يقتنون الكتب من دور النشر وبوسائل مشروعة، فإن ظاهرة قرصنة الكتب من طرف باعة المتجولين باتت تنتشر بشكل كبير، وهو ما يشكل مصدر قلق للكتاب ولدور النشر ولباعة المكتبات التقليدية. بين الرقمنة وانحصار القراءة يرزح باعة الكتب المنتشرون على الأرصفة، لكن بعضهم ممن قضى 30 سنة وأكثر رفقة خير جليس لا يرى طريقا آخر سوى الطريق الذي يقوده يوميا إلى رقعته الخاصة بشارع محمد الخامس. عفف بوشيخي، المشهد، الرباط.